بيقول الترويج للشائعات الآن في زمن الوسائط سواء كان الواتس أو الفيس أو غير من الوسائط الأخرى، والطعن في بعض الرموز من شهد يعني أو ما شهد له الناس بالخير والإيمان والصلاح. نعم حكم ذلك. أي نعم، نقول الآن الوسائط هذه الكذب فيها يبلغ الأفاق. صحيح. وصلى الله عليه وسلم قال ما بال الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الأفاق فيهوي بها في النار 70 خريفا، عياذا بالله. نعم. ولذلك هنا نحذر أبناءنا، الإنسان يتحرى في المعلومة، يتحرى من أين جاءت، يتحرى في ولا يقع في أعراض المسلمين، ولا سيما العلماء، العلماء والدعاة والصالحون ومفكرو الأمة وقادتها لا يقع في أعراضهم، فعليه أن يتثبت. لحوم العلماء مسمومة. ولذلك نقول على أبنائنا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في هذه الوسائط، الناس تتقي الله، وأن تعلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. صحيح. يعني كل ما تحدث بكل ما سمعت ستكذب لا شك. ولذلك الإنسان يتحرى من أين جاءت هذه المعلومة، يلتمس الأعذار للمسلم، يلتمس الأعذار للأخ المسلم، ولا يكون ناقلا للكذب، لا يكون ناقلا للكذب، والعلم عند الله تعالى. نعم. شكرا الله لك. سؤال ثاني لأخونا يونس من النهود، يقول ما هو دور يعني الأسرة، الأمهات والآباء في ظل وضعنا الحاضر والناس يعني تموج في هذه الأحداث؟ التوعية. نحن عندنا قيم في هذه البلد، عندنا قيم موروثة، منها التسامح، منها الكرم، منها الجود، منها هذه القيم لا يعرفها إلا من خرج خارج هذه البلاد، تعلم لا. أهل هذه البلاد بسماحتهم وبطيبة عيشهم. ولذلك ما تجد إنسان، يعني التقينا بكثير من الذين هم ليسوا من هذه البلاد، فيقول لك ما يميز هذه البلاد هو إنسانه. يا سلام. هذا الإنسان الذي يحمل هذه القيم. ولذلك لا نريد لهذه القيم أن تندثر، لا نريد لهذه القيم أن يتعدى عليها، ورثناه من الآباء، من الأجداد، العفو والتسامح، الكرم، الجود. هذه القيم نقول لآباء اليوم أنتم عليكم أن تحصنوا هذه القيم. نعم. لا وجدنا من أبنائنا وقوعا في أعراض المسلمين نبين لهم ذلك، إن وجدنا من أبنائنا سوء خلاف. نحن كانت في القديم البيت الواحد تجد فيه أحزاب شتى. صحيح. لكن تجدهم يأكلون مع بعضهم ويتحدثون مع بعضهم، وربما التقوا مع بعضهم وفي عزائهم وفي فرحهم وفي كرحهم. لم تكن بيننا هذه الحدة. نعم. الحدة في الخصوم والبعد الشديد. ولذلك نقول لهؤلاء الشباب الذين هذا الجيل، يبقوا على القيم، يبقوا على القيم التي وجدناها ورثناها من الآباء. نقول للأبناء انصحوا أبنائكم، عودوهم على هذه القيم، وقدموا لهم النصح، يعني ألا ينفرط زمام الأمر، ألا نقع في أموال دماء المسلمين، ألا نقع في أعراضهم، ونركز على أن نخرج بهذه البلد إلى بر الأمان. نحن بحاجة إلى أن ننهض بأمتنا. بالتأكيد إن شاء الله، وهذا ما نصب إليه.